أعزائي المشاهدين، التغطية متواصلة عبر تي في بازيران لتغطية أحداث دورة ملتقى الشباب التاسع هنا على أرضية ملعب البحر في الليلة الختامية المفاجأة في مواجهة فريق البحر. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الأستاذ عاصم الأنصاري رئيس ومدرب فريق المفاجأة مفاجأة بازيران. بداية عاصم، نرحب بك ونمسي عليك عبر تي في بازيران. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب المشاهدين والمتابعين وأرحب قناة خالد بازيران وأخوي عبد القادر. بداية عاصم، كيف تشوف مستوى هذه الليلة الختامية وتنظيم الليلة الختامية من قبل أعضاء الملتقى؟ والله أول شيء مباراة يعني الليلة الختامية يعني مباراة صعبة مرة جدا، يكفي أنك لاعب قدام التاريخ فريق البحر، فريق تاريخ الصراحة بكل أمانة، يعني الواحد يشرف يلعب قدام فريق البحر، وإن شاء الله إن شاء الله الشباب يكونوا بعدهم إن شاء الله يجيبون. عاصم، آخر استعدادات فريق المفاجأة لهذه الليلة الختامية، هل التي تثبت فريق المفاجأة؟ والله عندنا استعدادات، لعبنا مباريات كثيرة والمشاركين بدورة الصالات دار التربية ودورة مصطفى حجر، يعني مشاركات، بس أنا والله صراحة رغم المشاركات اللي موجودة عندي أهم بطولة صراحة، بطولة الملتقى صراحة. عاصم الأنصاري، كيف شفت وقيمت فريق البحر خصوصا في هذه الآونة الفريق ينتشي بوجيه شابة بأسماء جديدة؟ والله نادي البحر صراحة غني عن التعريف، يعني ما يحتاج شهادة عاصم ولا شهادة ابن قادر ولا أي شهادة، نادي البحر ما شاء الله من عمالقة مكة المكرمة، يعني وأنا صغير وأنا بزر عن ذكر نادي البحر يلعبوا مع اخوي عبد المحسن وعبد القهار، يعني يشهد عليهم التاريخ وشهادة مجروح فريق البحر صراحه. عاصم الانصاري، كلمه اخيره تنهي بها اللقاء. اول شيء الله يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا، ورحب قناه خالد بازيدان، وان شاء الله يكون فال خير لكم والبطوله باسم قناه خالد بازيدان ان شاء الله باذن الله. شكرا لك.